اشترك في قناة الساحر وقم بتفعيل الجرس لمتابعة كل جديد أولا بأول. إليك 6 نصائح لتجنب المشاكل مع الشريك. إن للحب نعمته الرقيقة في حياة كل منا، وهو كاف لعيشنا بسلام وفرح لا محدودين، إلا أن العلاقات العاطفية تتخللها حتما عدة مشاكل. هذا بالطبع لا يحكم على الحب بالفشل. إن كنت ممن تطاردهم مخاوف من المشاكل مع الشريك وتخشين على حبكما الاقتراب من حافة الهاوية، فلا تدعي المجال لتفاقم هذه المخاوف، ولا تترك المشكلات تكبر ليصبح حلها شبه معدوم. إليك في هذا الفيديو 6 نصائح تجنبك البقوع في مشاكل مع الشريك وتبقيكما في بر الأمان. النصيحة الأولى: لا تحلقي بأفكارك بعيدا في الخيال. إن كنت تسألين نفسك دائما لماذا فعل هذا؟ أو ما الذي يقصده من قول هذا؟ توقفي عن فعل ذلك الآن. إن هذا الشك بركان خامد يسكن قلبك، وانفجاره بالتأكيد سيهدم جسر المحبة بينكما. فلتكفي عن تفسير تصرفاته أو قراءة ما بين السطور في كلامه. اجلسي قبالته في المقهى المفضل لكما وصارحيه بكل ما تشعرين به، وكوني واثقة بأنه سيفعل ما بوسعه ليريح قلبك ويبعد عنك الشك. النصيحة الثانية: لا تقلقي من تأخره بالرد على رسائلك. إن تأخر عدة مرات في الرد على رسائلك النصية فلا تخافي، هذا لا يعني أنه قد مل منك أو أنه يحادث فتاة أخرى. لذا عليك أن تنتظري رده وأن تلتمسي له عذرا، فربما قد شغله عمله أو قيادة السيارة عن الرد. إياك أن تسأليه عن سبب تأخره في الرد، بل اكتفي فقط بالاطمئنان عليه وأنه بصحة جيدة، فهو لم يتأخر عنك إن لم يكن مضطرا. وكوني مرتاحة، فهو قد اختارك أنت من بين كثير من الفتيات. النصيحة الثالثة: تحلي بالصبر. أنتما معرضان كثيرا لخوض نقاش قد يتطور إلى جدال من وقت إلى آخر، لكن أكثر ما يهم هو طريقتك أنت في النقاش. فإن كنت تريدين إنهاء الجدال من دون مشكلات، عليك أن تحاولي ضبط أعصابك وأن تتجنبي الغضب قدر الإمكان، ولتناقشيه بكل هدوء واتزان. كوني سيدة الموقف بهدوئك، فذلك سيلعب على وتره الحساس ويخمد نار غضبه، وسيكسبك تعاطفه واحترامه. النصيحة الرابعة: اعترفي بأخطائك وبادري بالاعتذار. قد يحدث أن تتصرفي بشكل يزعجه أو أن تتفوهي بكلمات تؤذي شعوره، فإن حصل هذا بادري بالاعتذار بكل رحابة صدر، محاولة تقديم أسبابك ومبرراتك. لكن إياك أن تضع اللوم عليه أو على أحد آخر، فهذا لن يزيد الأمر إلا سوءا. فإن كنت تودين حماية علاقتكما، تحملي ما يترتب عليك من أخطاء. النصيحة الخامسة: أجيدي فن الإصغاء. إن كنت تريدين جوا من التفاهم والانسجام بينكما، فعليك أن تستمعي إلى حديثه بكل اهتمام. حاولي مثلا النظر إلى عينيه والتركيز معه، ولا بأس من أن تومي له برأسك وتتفاعلي مع حديثه بابتسامة لطيفة منك. هذا سيشعره بقدر كبير من الراحة والسعادة. النصيحة السادسة: شاركيه قراراتك وأفكارك. إن كنت تعتقدين أن اتخاذك لقرار أيا كان هو أمر يعنيك وحدك، فأنت على خطأ. عليك أن تشاركيه كل ما تفكرين به مهما كان بسيطا، ولتحاولي مثلا أن تطلبي رأيه عند شراء ملابس جديدة، أو خذي رأيه في عرض عمل جديد لك. سوف تلاحظين كم هو مرتاح في ذلك.
اكتب لنا في التعليقات رأيك بما شاهدت للتو، ولا تنسى دعمنا بتسجيل الإعجاب ومشاركة الفيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي. كما لا يفوتك الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس لمتابعة فيديوهاتنا القادمة فور نشرها. أما إذا أردت مشاهدة المزيد فاختر واحدا من الفيديوهات المقترحة التي تظهر على الشاشة أمامك الآن.